وتنقية لنياتنا إلى الرب نطلب. إرنا إيسوس لأجل أن يكون تواضع المسيح تحطيما لكبريائنا ودعوة إلينا للاقتداء بسيرته والتخلق بأخلاقه والعمل بتعاليمه إلى الرب نطلب. كيريانا إيسو لأجل أن نستنير مع التلاميذ في عشاء الرب فيصير جسده القدوس ودمه الكريم حياة لنفوسنا وتقديسا لأجسادنا وعربونا لوليمة الملكوت والحياة الأبدية إلى الرب نطلب. كيريانا إيسو لأجل أن يكون اشتراكنا في كهنوت المسيح أو استعدادنا له حافزا إلى قداسة وزايدة في نفوسنا وإلى تقديس الآخرين إلى الرب نطلب. كيريانا إيسو لأجل الحبر الروماني فرانسيس وبطريركنا غريغوريوس ورئيس كهنتنا كيريلوس وجميع البطاركة والأساقفة والكهنة والشمامسة المشتركين في كهنوت المسيح الأزلي الأوحد ولأجل الذين يتأهبون للكهنوت والمرسلين والرهبان والراهبات وجميع الذين وقفوا أنفسهم للخدمة إلى الرب نطلب. كيريانا إيسو لأجل أن تكون آلام المسيح غفران الخطأ للخطايا وصليبه فخرا وقوة لحياتنا وموته المحي عربونا لقيامتنا إلى الرب نطلب. كيريانا إيسو لأجل أن نحمل آلامنا ومضايقنا بفرح وشجاعة لنتم في نفوسنا آلام المسيح إلى الرب نطلب. كيريانا أيها الرب إلهنا الجزيل الصلاح، يا من اتخذ صورة عبد وغسل أرجل تلاميذه راسما الاتضاع طريقا للخلاص، يا من بوفرة محبته أعطانا جسده ودمه مأكلا ومشربا حقيقيين وأشركنا رغم حقارتنا في كهنوت المقدس لتكملة أسراره الإلهية. أنت أيها المعلم الصالح طهر قلوبنا من كل خطيئة وارفعنا إليك بالتواضع وأعطنا أن نقتدي بك فنخدم بعضنا بعضا بالفرح والمحبة. أنعم علينا بالاشتراك في سر محبتك وعملك الخلاصي لأنك أنت تطهر نفوسنا وغذاؤها وحياتها أيها المسيح الإله، وإليك نرفع المجد وإلى أبيك الأزلي وروحك القدوس الصالح والمحيي الآن وكل أوان وإلى الدائرين. أيها الأحباء، هذه الليلة هي من أقدس ليالي ديانتنا المسيحية، ففيها تم العهد الجديد بدم المسيح، وفيها أنشأ السيد المسيح سر الإفخارستية أي سر القربان المقدس وسر الكهنوت. أنشأ سر الإفخارستية عندما أخذ الخبز وقال لتلاميذه خذوا كل هذا هو جسدي، وأخذ الخمر وقال اشربوا من هذا كلكم هذا هو العهد الجديد بدمي. ثم أنشأ سر الكهنوت بقوله لتلاميذه اصنعوا هذا لذكري، فإن الكاهن يرسم بنوع خاص لإقامة سر الإفخارستية. أما مناسبة اجتماع السيد المسيح مع تلاميذه فهي لتناول طعام الفصح الذي هو ذكرى خروج اليهود على يد موسى النبي من مصر بعد 400 سنة من العبودية، وذلك
منذ 3000 سنة، أي 2000 سنة قبل المسيح. وعندما وصل الشعب مع موسى إلى جبل سيناء أعطاهم الله الوصايا العشر التي قرأها موسى على مسامع الشعب، وتعهد الشعب بحفظها، وتم العهد بين الله وشعبه. هذه هي المعاهدة، الله يكون مع شعبه شرط أن يحفظ الشعب وصايا الله التي تختصر بالوصايا العشر. ولختم المعاهدة بين الله وشعبه قدم هارون أخو موسى الكاهن ذبيحة حمل، ورش موسى دم الحمل على الهيكل الذي يمثل الله وعلى الشعب، قائلا للشعب: هو ذا دم العهد الذي عاهدكم به الرب على هذه الأقوال، أي على الوصايا العشر. وبواسطة الدم الذي هو رمز الحياة ارتبطت حياة الشعب بحياة الله. ففي ليلة العشاء السري عندما قال يسوع لتلاميذه: هذا هو العهد الجديد بدمي، ابتل العهد القديم بدم الحيوانات، وبدأ العهد الجديد بدم المسيح الذي سفكه يسوع على الصليب. ففي العشاء السري أعطى يسوع معنى لموته على الصليب، وهو مغفرة الخطايا واتحاد الشعب بحياة الله. وفيما كان في حدث العهد القديم 5 أشخاص: الله والشعب بقبائله 12، والنبي موسى، والكاهن هارون، والذبيحة التي هي الحمل. لم يبقى في العهد الجديد سوى 3 أشخاص: الله والشعب الذي يمثله الرسل 12، ويسوع الذي هو في الوقت عينه النبي بعد موسى، والكاهن بعد هارون، والذبيحة بعد الحمل، والوسيط الوحيد بين الله والناس. ففي العهد القديم كان الكهنة يقدمون ذبائح حيوانات، أما في العهد الجديد فالمسيح الذي هو حمل الله قدم ذاته، وبذلك رفع خطايا العالم. وفيما في العهد القديم حرر الله الشعب في ليلة الفصح على يد موسى من عبودية فرعون، ففي العهد الجديد حررنا الله بواسطة المسيح من عبودية الخطيئة. وفي أثناء العشاء غسل أيضا يسوع أرجل تلاميذه علامة لتواضعه، ورمزا لبذل ذاته لتنقيتهم من خطاياهم. وبعد العشاء ذهب إلى بستان الزيتون، وبدأت آلامه التي انتهت بصلبه المحيي. فهذا ما نحتفل به في هذه الليلة، حفلة الغسل وإنشاء العهد الجديد بدم المسيح، وإقامة الإفخارستية وصلب المسيح مع ترنيمة اليوم علق على خشبة. وبما أنه في المسيحية لا صليب من دون قيامة، نختم الترنيمة بإعلان رجاء القيامة: نسجد لصليبك أيها المسيح، فأرنا قيامتك المجيدة. والآن نقرأ الإنجيل الذي ندعوه بسبب العهد الجديد، ندعوه إنجيل العهد. لنبتهل إلى ربنا هنا ليؤهلنا لسماع الإنجيل المقدس. يا ليسون كي يا ليسون كي يا ليسون. الحكمة لنقف ونسمع الإنجيل المقدس. السلام لجميعكم. ولروحك. فصل شريف من بشارة القديس لوقا الإنجيلي البشير. المجد لك يا رب المجد لنا. لما تمت الأيام لارتفاع يسوع، ثبت وجهه للذهاب إلى أورشليم.
فمضى مع الاثني عشر وكان يتقدمه وهم مندهلون يتبعونه خائفين وفيما هم في الطريق أخذ يقول لهم ما سيعرض له ها نحن صاعدون إلى أورشليم وسيتم كل ما كتبته الأنبياء عن ابن البشر سيسلم إلى رؤساء الكهنة والكتبة فيحكمون عليه بالموت ويسلمونه إلى الأمم فيهزؤون به ويبصقون عليه ويجلدونه وبعد أن يجلدوه يصلبونه ويقتلونه وفي اليوم الثالث يقوم ولما حل يوم الفطير الذي كان ينبغي أن يذبح فيه الفصح أرسل يسوع بطرس ويوحنا قائلا اذهبا وأعدا لنا الفصح لنأكل إذا دخلتما المدينة يلقاكما رجل يحمل جرة ماء فاتبعاه إلى البيت الذي يدخله وقلا لرب البيت المعلم يقول أين الردهة التي آكل فيها الفصح مع تلاميذي وهو يريكما علية كبيرة مفروشة فأعدا هناك فانطلق الرسولان فوجدا كما قال لهما وأعدا اشتهيت جدا أن آكل هذا الفصح معكم قبل أن أتألم
ووقعت بينهم مجادلة في أيهم يحسب الأكبر، فقال لهم يسوع: إن ملوك الأمم يسودونهم والمتسلطين عليهم يدعون محسنين، وأما فيما بينكم فلا يكن الأمر كذلك، بل ليكن الأكبر فيكم كالأصغر والمتقدم كالذي يخدم. فمن ترى الأكبر، المتكئ أم الذي يخدم؟ أليس المتكئ؟ ومع ذلك فأنا في وسطكم كالذي يخدم، لأن ابن الإنسان لم يأتي ليخدم بل ليخدم وليبذل نفسه عن الكثيرين. كلكم تشكون في هذه الليلة، لأنه مكتوب: أضرب الراعي فتتبدد خراف الرعية، ولكن متى قمت أسبقكم إلى الجليل. لو شك فيك جميعهم لم أشك أنا، وأنا مستعد أن أمضي معك إلى السجن وإلى الموت، إني أبذل نفسي عنك. أأنت تبذل نفسك عني؟ الحق الحق أقول لك، إنك اليوم في هذه الليلة قبل أن يصيح الديك تنكر 3 مرات أنك تعرفني. لو ألجئت أن أموت معك ما أنكرتك. وفي أثناء العشاء، إذ كان يسوع يعلم أن ساعته قد أتت لينتقل من هذا العالم إلى أبيه، وقد كاحب خاصته الذين في العالم وأحبهم إلى الغاية، وإذ كان يعلم أن الآب قد جعل في يديه كل شيء وأنه من الله خرج وإلى الله يمضي، قام من العشاء وخلع رداءه وأخذ منديلا واعتذر به، ثم صب ماء في مطارة وأخذ يغسل أقدام تلاميذه ويمسحها بالمنديل الذي كان مؤتزرا به. إن خالي قلب حيراتي والينابيع والبحار قد أدبنا بتواضع عجيب لما اتزر بي من ديل وغسل أرجل تلاميذي متذللا بفرط تحنوني رافعا إيانا من وهاد الشرور، لأنه وحده محب البشر. وفي أثناء العشاء، إذ كان يسوع يعلم أن ساعته قد أتت لينتقل من هذا العالم إلى أبيه، وكان قد أحب خاصته الذين في العالم، فقام عن العشاء وخلع رداءه وأخذ منديلا واعتذر به، ثم صب ماء في مطهرة
وأخذ يغسل أقدام تلاميذه ويمسح امسحوها بالمنديل ثم صب ماء في أطهرة وأخذ يغسل أقدام تلاميذه ويمسحها بالمنديل الذي كان مؤتذرا به ثم صب ماء في مطهرة وأخذ يغسل أقدام تلاميذه ويمسحها بالمنديل الذي كان مؤتذرا لنتقدم جميعنا بخوف إلى المائدة السرية ونتناول الخبز بنفوس طاهرة مقيمين مع السيد لنرى كيف يغسل أرجل تلاميذه وينشفها بالمنديل ونعمل كما نعايد خاضعين بعضنا لبعض وغاسلين بعضنا أرجل بعض فإن المسيح نفسه هكذا أمر تلاميذه كما سبق فقال إلا أن يهوذا العبد الغاش لم يسمع وجاء إلى سمعان بطرس فقال له سمعان أنت يا رب تغسل رجلي إنما أصنعه أنا لا تفهمه أنت الآن ولكنك ستفهمه فيما بعد لا لن تغسل رجلي أبدا إن لم أغسلك فليس لك معي من نصيب يا رب لا تغسل رجلي فقط بل يدي ورأسي أيضا إن الذي اغتسل لا يحتاج إلا إلى غسل القدمين لأنه كله نقي وأنتم أيضا أنقياء ولكن لا جميعكم قد غسلت أرجل تلاميذك متواضعا لأجل سعيهم إلى سبيل الإله وأما بطرس فأبى أن يغتسل لكنه أذعن للأمر وغسل متوسلا بغير فتور أنت هبنا رحمة العظمى وبعد أن غسل أرجل تلاميذه أخذ ثيابه وعاد فتك ثم قال له
وبعد أن غسل أرجل تلاميذه أخذ ثيابه وعاد فاتكأ ما صنعت بكم. أنتم تدعونني المعلم والرب، وحسنا تقولون لأني كذلك. فإذا كنت أنا الرب والمعلم قد غسلت أرجلكم، فيجب عليكم أنتم أن يغسل بعضكم أرجل بعض. فإني أعطيتكم قدوة حتى تصنعوا أنتم أيضا كما صنعت أنا بكم. الحق الحق أقول لكم، ليس عبد أعظم من سيده ولا رسول أعظم من مرسله. فإذا عرفتم هذا فطوبى لكم إذا عملتم به. وكان إبليس قد ألقى في قلب يهوذا بن سمعان الإسخريوطي العزم على تسليم يسوع. ففيما هم متكئون اضطرب يسوع بالروح وشهد وقال: الحق أقول لكم إن واحدا منكم سيسلمني. فحزن التلاميذ جدا ونظر بعضهم إلى بعض وهم متحيرون في من يقول عنه، وجعل كل واحد يقول له: لعلي أنا هو يا رب. هو واحد من الاثني عشر، إنه يغمس يده معي في الصحفة، وابن الإنسان ماض كما كتب عنه، ولكن الويل لذلك الرجل الذي يسلم ابن الإنسان، فقد كان خيرا له لو لم يولد. فأجاب يهوذا مسلمه قائلاً: لعلي أنا هو يا معلم. أنت قلت. بينما كان التلاميذ الماجدون في غسل العشاء يستنيرون، كان يهوذا الكافر يظلم بمرض محبة الأموال، ويسلمك أنت القاضي العبد إلى قضاتنا ثمار. فانظر يا عاشق الأموال إلى الذي من جرائها عمد إلى الشر. اهرب من النفس غير القانعة التي جسرت بمثل هذا على المعلم. فيا من هو صالح للجميع يا رب المجد. لا تنصرف قلوبكم، آمنوا بالله وآمنوا بي أيضا. إن في بيت أبي منازل كثيرة، وإلا لكنت قلت لكم إني أنطلق لأعد لكم مكانا. وإذا ما انطلقت وأعددت لكم مكانا أرجع وأخذكم إلي، لتكونوا أنتم أيضا حيث أكون أنا، وأنتم تعرفون الطريق إلى حيث أذهب. يا رب لسنا نعلم إلى أين تذهب، فكيف نعرف الطريق؟ أنا الطريق والحق والحياة، لا يأتي أحد إلى الآب إلا بي. إن كنتم قد عرفتموني فستعرفون الآب أيضا،
بل من الآن تعرفونه وقد رأيتموه. يا رب أرنا الآب وحسبنا. أنا معكم كل هذا الزمان ولا تعرفني. يا فيلبس، من رآني فقد رأى الآب، فكيف تقول أنت أرنا الآب؟ أفلا تؤمن أني أنا في الآب وأن الآب في؟ إن كنتم تحبونني تحفظون وصاياي. من كانت عنده وصاياي وحفظها فهو الذي يحبني، والذي يحبني يحبه أبي وأنا أحبه وأظهر له ذاتي. يا رب كيف أنت مزمع أن تظهر ذاتك لنا لا للعالم؟ إن أحبني أحد يحفظ كلمتي، وأبي يحبه وإليه نأتي وعنده نجعل مقامنا. كلمتكم بهذا وأنا مقيم عندكم، وأما المعزي الروح القدس الذي سيرسله الآب باسمي فهو الذي يعلمكم كل شيء ويذكركم جميع ما قلت لكم. ومتى جاء المعزي الذي أرسله إليكم من عند الآب، روح الحق الذي من الآب ينبثق، فهو سيشهد لي وأنتم أيضا تشهدون لأنكم معي منذ الابتداء. إن عندي أيضا أشياء كثيرة أقولها لكم، غير أنكم لا تطيقون الآن حملها، ولكن متى جاء هو روح الحق فإنه يرشدكم إلى الحقيقة كلها. لنقف حسناً ولنقف بتهيباً، فلنصل لنقدم بسلام القربان المقدس. رحمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله الآب وشركة الروح القدس فلتكن مع جميعكم. ومع روحك. لنرفع قلوبنا إلى العلاء. قد أتت الساعة، فمجد ابنك لكي يمجدك ابنك. أنا قد مجدتك على الأرض إذ أتممت العمل الذي أعطيتني لأعمله، فالآن مجدني أنت أيها الآب عندك بالمجد الذي كان لي عندك من قبل كون العالم. قدوس 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 رب
الذي يكسر لأجلكم لمغفرة الخطايا. آمين. وكذلك أخذ الكأس من بعد العشاء وشكر وعطاهم قائلا: اشربوا من هذا كلكم، هذا هو دمي للعهد الجديد الذي يهرق عنكم وعن كثيرين لمغفرة الخطايا. ذكر فإنكم كلما أكلتم هذا الخبز وشربتم هذه الكأس تخبرون بموتي وتعترفون بقيامتي. فنحن إذ نذكر الآن هذه الأسرار الخلاصية الصلب والقبر والقيامة في اليوم الثالث والصعود إلى السماوات والجلوس عن اليمين والمجيء الثاني المجيد، ما لك مما هو لك نقربه لك عن كل شيء ومن أجل كل شيء. نطلب إليك وندعوك يا قدوس القديسين ونسألك أن يحل برضا صلاحك روحك القدوس علينا وعلى هذه القرابين المقدمة، ويجعل هذا الخبز جسد مسيحك الكريم. وما في هذه الكأس دم مسيحك الكريم، حولني إياهما بروحك القدوس. أما نحن المشتركين في الخبز الواحد والكأس الواحدة فاجعلنا متحدين بعضنا ببعض في شركة الروح القدس الواحد. أيها الآب القدوس، احفظ باسمك الذين أعطيتهم لي ليكونوا واحدا مثلما نحن واحد. حين كنت معهم كنت أحفظهم باسمك، أما الآن فإني أمضي إليك وأنا أتكلم بهذا في العالم ليكون فرحي كاملا فيهم. لقد أعطيتهم كلمتك فأبغضهم العالم لأنهم ليسوا من العالم كما أني أنا لست من العالم. لا أطلب أن تخرجهم من العالم بل أن تحفظهم من الشر. قدسهم في الحق، إن كلمتك هي الحق. كما أرسلتني إلى العالم أرسلتهم أنا أيضا إلى العالم، ولأجلي مقدس ذاتي لكي يكونهم أيضا مقدسين بالحق. ولست لأجلهم فقط أصلي بل لأجل الذين يؤمنون بي عن كلامهم أيضا لكي يكونوا بأجمعهم واحدا. لقد أعطيتهم المجد الذي أعطيتني لكي يكونوا واحدا كما نحن واحد، أنا فيهم وأنت فيا، ليكونوا مكملين في الوحدة ويعلم العالم أنك أنت أرسلتني وأنك أحببتهم كما أحببتني. أيها الآب، إن الذين أعطيتني أريد أن يكونوا هم أيضا معي حيث أكون أنا لكي يشاهدوا مجدي الذي أعطيتني لأنك أحببتني قبل إنشاء العالم. أيها الآب العادل، إن كان العالم لم يعرفك فأنا قد عرفتك، وهؤلاء عرفوا أنك أنت أرسلتني. لقد عرفتهم باسمك وسأعرفهم أيضا لتكون فيهم المحبة التي أحببتني وأكون أنا فيه. إيه.
أيها السيد لأن نشتر بدالة وبلا دينونة على أن ندعوك أبانا أنت الإله السماوي ونقول أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ويأتي ملكك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض أعطنا خبزنا كفاف يومنا واغفر لنا خطايانا كما نغفر نحن لمن أساء إلينا ولا تدخلنا في التجارب لكن نجينا من الشر. لك الملك والقدرة والمجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل آوان وإلى الدائرين. اللهم اغفر لي أنا الخاطئ وارحمني. اللهم اغفر لي أنا الخاطئ وارحمني. اللهم اغفر لي أنا الخاطئ الأقداس للقديسين جز ويقسم حول الله الذي يجز ولا ينقسم ولا ينفتح له في القدس متناوله كمال الإيمان رب الذي أتى إلى العالم في القدس الخطأ الذي من رسالة القديس بولس الرسول الأولى إلى آلي كورنثوس يا إخوة إني تسلمت من الرب ما سلمت أيضا إليكم إن الرب في الليلة التي أصدم فيها أخذ خبزا وشكر وكسر وقال خذوا كل هذا هو جسدي الذي يكسر لأجلكم اصنعوا هذا لذكري وكذلك الكأس من بعد العشاء قائلا هذه الكأس هي العهد الجديد بدمه اصنعوا هذا كلما شربتم لذكري فإنكم كلما أكلتم هذا الخبز وشربتم هذا الكأس تخبرون بموت الرب إلى أن يأتي فأي إنسان يأكل هذا الخبز أو يشرب كأس الرب بدون استحقاق يكون مجرما إلى جسد الرب ودمه فليختبر الإنسان نفسه وهكذا فليأكل من الخبز ويشرب من الكأس لأن من يأكل ويشرب بدون استحقاق إنما يأكل ويشرب دينونة لنفسه إذ لم يميز جسد الرب وكذلك كثيرون فيكم مرضى وضعفاء وكثيرون يركضون فلو كنا ندين أنفسنا لما كنا ندان لكننا إذ ندان إنما يؤدبنا الرب لئلا يقضى علينا ما لا فات الله وإيمان ومحبة تقدموا من أمير بارك لله باسم رب الله الرب وقدر لنا بل اليوم شريف Oh.
قلص يعترف لك صارخا الدنيا الحقيقية وبالكرام كل غصن فيا لا يثمر ينتزعه وكل غصن يثمر ينقيه لكي يأتي بثمر أكثر أنتم الآن أنقياء بسبب الكلام الذي كلمتكم به أثبتوا فيا وأنا فيكم كما أن الغصن لا يستطيع أن يأتي بثمر إن هو لم يثبت في الكرمة كذلك أنتم أيضاً إن لم تثبتوا فيا أنا الكرمة وأنتم الأغصان من يثبت فيا وأنا فيه فهو يأتي بثمر كثير فإنكم بدوني لا تستطيعون أن تفعلوا شيئاً إن كان أحد لا يثبت فيا يطرح به خارجا كالغصن فييبس فيجمعونه ويطرحون به في النار فيحترق إن أنتم ثبتتم فيا وثبت كلامي فيكم تسألون ما شئتم فيكون لكم
لكم بهذا يتمجد أبي أن تأتوا بثمر كثير فتكونوا تلاميذي. خلص يا الله شعبك وبارك ميراثك. تمتلئ أفواهنا من تسبيحاتك يا رب، لأنك أهلتنا لأن نشترك في أسرارك المقدسة خالدة الطاهرة. وقفنا في القداسة لنشيد بمجدك ونهض النهار كله ببرك. هللويا هللويا هللويا. وبعد العشاء عاد يسوع فاتكى مع تلاميذه الأحد عشر وقال لهم: يا أولادي الصغار، أنا معكم بعد زمانا يسيرا. إني أعطيكم وصية جديدة، أن تحبوا بعضكم بعضا كما أحببتكم أنا. بهذا يعرف الجميع أنكم تلاميذي إذا كنتم تحبون بعضكم بعضا. هذه وصيتي، أن يحب بعضكم بعضا كما أحببتكم أنا. ليس لأحد حب أعظم من أن هذا، أن يبذل نفسه عن أحبائه. أنتم أحبائي إذا صنعتم ما أنا موصيكم به. لا أسميكم بعض عبيدا، لأن العبد لا علم له بما يصنع سيده، بل سميتكم أصدقاء لأني أطلعتكم على كل ما سمعت من أبي. لستم أنتم اخترتموني، بل أنا اخترتكم وأقمتكم لتذهبوا وتأتوا بثمر ويثبت ثمركم. لئن كان العالم يبغضكم فاعلموا أنه قد أبغضني قبلكم. فلو كنتم من العالم لكان العالم يحب ما له ما هو له. لكن لأنكم لستم من العالم، بل أنا اخترتكم من العالم، من أجل ذلك يبغضكم العالم. اذكروا الكلمة التي قلتها لكم: العبد ليس أعظم من سيده. فإن كانوا اضطهدوني فسيضطهدونكم أيضا، وإن كانوا حفظوا كلامي فسيحفظون كلامكم أيضا. وسيفعلون هذا كله بكم من أجل اسمي، لأنهم لا يعرفون الذي أرسلني. عما قليل لا ترونني، ثم عما قليل أيضا ترونني، لأني منطلق إلى الآب. ما هذا الذي يقوله لنا: عما قليل لا ترونني، ثم عما قليل ترونني، وإني منطلق إلى الآب؟ ما معنى قوله عما قليل؟ إن لا نفهم ما يقول. إنهم سيخرجونكم من المجامع، بل تأتي الساعة التي يتوهم فيها كل من يقتلكم أنه يؤدي لله عبادة. إني قلت لكم هذا حتى إذا وافت الساعة تذكرون أني قلته لكم، ولم أقله لكم منذ البدء لأني كنت معكم. أما الآن فإني منطلق إلى من أرسلني. إلى أين تذهب يا رب؟ حيث أذهب أنا لا تقدر أن تتبعني الآن، لكنك ستتبعني فيما بعد. لماذا لا أقدر أن أتبعك الآن؟ سمعان سمعان، هو ذا الشيطان سأل أن يغربلكم مثل الحنطة، لكني صليت من أجلك لئلا ينقص إيمانك. وأنت متى رجعت فثبت إخوتك. الحق الحق أقول لكم، إن كل ما تسألون الآب باسمي يعطيكموه. حتى الآن لم تسألوا باسم شيئاً، اسألوا فتنالوا ليكون فرحكم كاملاً. لقد قلت لكم هذا بأمثال، ولكنها تأتي الساعة التي لا أكلمكم بعض فيها بأمثال، بل أحدثكم فيها عن الآب بصراحة. قد خرجت من الآب وجئت إلى العالم، والآن أترك العالم وأمضي إلى الآب. فإنك الآن تتكلم بصراحة ولا تقول مثلا ما. الآن نعلم أنك تعرف كل شيء ولست بمحتاج أن يسألك أحد. بهذا نؤمن أنك من الله خرجت. أفالآن تؤمنون؟
فإنها تأتي الساعة وقد أتت، حيث تتفرقون كل واحد منكم من جهته وتتركونني وحدي، بيد أني لست وحدي لأن الآب معي. قد حدثتكم بهذا ليكون لكم في السلام، ففي العالم ستكونون في شدة، ولكن ثقوا إني قد غلبت العالم. لن أدعكم يتامى، إني آتي إليكم بعد قليل، لن يراني العالم البتة، وأما أنتم فترونني لأني حي وأنتم ستحيون. في ذلك اليوم ستعلمون أني أنا في أبي وأنتم في وأنا فيكم. السلام أستودعكم، سلامي أعطيكم، لست كما يعطي العالم أعطيكموه. لا أحدثكم بعد طويلا لأن رئيس هذا العالم يأتي وليس له في شيء، ولكن لكي يعلم العالم أني أحب الآب وأني كما أوصاني الآب هكذا أفعل. قوموا ننطلق منها هنا. قال يسوع هذا وخرج مع تلاميذه إلى عبر وادي قدرون، ومضى على عادته إلى جبل الزيتون، وتبعه تلاميذه. مجد لطول يداتك يا رب المجد، أطعمت التلاميذ في العشاء وعرفت قصد الخيانة، رحمت يهوذا مع علمك أنه غير قابل للإصلاح، لكنك أردت أن تعرف الجميع أنك أسلمت باختيارك لتنتزع العالم من قبضة العدو. إن شئت فأجز عني هذه الكأس، لكن لا تكن مشيئتي بل مشيئتك. وضارها له ملاك من السماء يشدده، ولما بلغ منه الجهد أمعن في الصلاة وصار عرقه كقطرات دم نازلة على الأرض. ثم قام وجاء إلى تلاميذه فوجدهم نياما من الحزن، فقال لبطرس: أتنام يسمعان؟ هكذا لم تقدروا أن تسهروا معي ساعة واحدة؟ اسهروا وصلوا لئلا تدخلوا في تجربة. الروح نشيط أما الجسد فضعيف. ومضى أيضا وصل قائلا ذلك الكلام بعينه، ثم رجع فوجدهم نياما لأن عيونهم كانت ثقيلة، فلم يدروا بماذا يجيبونه، فتركهم ومضى يصلي ثالثة قائلا كلامه الأول، ثم جاء وقال لهم: ناموا الآن واستريحوا، لقد قضي الأمر وأتت الساعة، وابن البشر يسلم إلى أيدي الخطأ. قوموا هيا بنا، ها
فإن الذي يسلمني قريب. مجد لطول آناتك يا رب المجد. يا رب لما وافيت إلى الآلام باختيارك قلت لتلاميذك إن كنتم لم تقدروا أن تسهروا معي ساعة واحدة فكيف وعدتم أن تموتوا لأجلي؟ ليتكم ترون كيف لا ينام يهوذا بل يسارع ليسلمني إلى مخالفي ناموس. فانهضوا وصلوا ولا ينكرني أحد إذا شاهدني على الصليب. فيا طويل الأنات المجد لك. يا طويل الأنات المجد لك. اليوم خالق السماء والأرض قال لتلاميذه قد اقتربت الساعة ودنا يهوذا خائني فلا يشحدني أحد إذا شاهدني على الصليب بين لصين لأنني كإنسان أتألم وأخلص الذين يؤمنون بي بما أني محب للبشر. المجد لك يا محب البشر. أي سبب حملك يا يهوذا على تسليم المخلص انفصلك من صار أعدامك موهبة الأشفية أن تعش مع أولئك وأقصاك من الميدة الغسل أرجل البقية وأعرض عنك فما أكثر ما نسي وكان يهوذا مسلمه يعرف الموضع لأن يسوع كانت تختلف إليه كثيرا مع تلاميذه فأخذ يهوذا الفرقة وشرطا من قبل رؤساء الكهنة والفريسيين وقدم إلى هناك بمصابيح ومشاعل وسيوف وعصي وقد أعطاهم علامة قائلا الذي أقبله هو هو فامسكوه. وفيما يسوع يتكلم تقدم إليه يهوذا وقال السلام يا معلم وقبله. فقال له يسوع يا يهوذا أبي قبلة تسلم ابن البشر؟ فخرج يسوع وهو عالم بجميع ما كان موشكا أن يأتي عليه وقال لهم من تطلبون؟ فأجابوه يسوع الناصري فقال لهم أنا هو. وكان يهوذا واقفا أيضا معهم فلما قال لهم أنا هو ارتدوا إلى الوراء وسقطوا على الأرض. فسألهم أيضا من تطلبون؟ قالوا يسوع الناصري. أجاب يسوع لقد قلت لكم إني أنا هو فإن كنت أنا من تطلبون فدعوا هؤلاء ينطلقون. لذلك لتتم الكلمة التي قالها إن الذين أعطيتهم لي لم أفقد منهم أحدا. عندئذ تقدموا وألقوا أيديهم على يسوع وأمسكوه. فلما رأى الذين حوله ما سيجري قالوا يا رب أنضرب بالسيف. وكان مع سمعان بطرس سيف فاستله وضرب غلام رئيس الكهنة فقطع أذنه اليمنى. وكان اسم الغلام ملكوس. فأجاب يسوع وقال لبطرس رد سيفك إلى موضعه
لأن جميع الذين يأخذون بالسيف يهلكون بالسيف. ثم لمس أذن الغلام فأبراه. ثم قال يسوع للذين أتوا إليه من رؤساء الكهنة وقادة حرس الهيكل والشيوخ: كأني بكم تخرجون على لص بسيوف وعصي لتأخذوني. إني كل يوم كنت عندكم في الهيكل جالسا أعلم ولم تمسكوني ولم تمدوا علي أيديكم، ولكن هي الآن ساعتكم وهذا سلطان الظلمة. وإنما كان هذا كله لتتم كتب الأنبياء. عندئذ تركه التلاميذ كلهم وهربوا. مجد لطول أناتك يا رب. إن يهوذا الخائن بما أنه خداع أسلم الرب المخلص بقبلة غاشة وباع سيد الكل كعبد لمخالفي الشريعة كخروف إلى الذبح سيقى حمل الله نلآ بالكثير الرحمة وحده. مجد لك يا إلهنا مجدا. أيها الرب، لما قبض عليك مخالفو الشريعة قلت لهم بجرأة: ولئن كنتم ضربتم الراعي وشتتتم الاثني عشر خروفاً تلاميذي فلقد كنت قادراً أن أحضر أكثر من اثنتي عشرة جوقة من الملائكة، لكني أطيل أناتي ليكمل ما أعلنته بأنبيائي من الغامضات والمكتمات. فيا رب المجد لك. كيف يهوذا الذي كان يوم تلميذك فكر في خيانتك فعش معك الظالم المحتال بغش ثم ذهب وقال لك لأنه كان حمى حيافة الذي كان رئيس الكهنة في تلك السنة، وكان بطرس يتبعه من بعيد فدخل الدار، فقالت الجارية البوابة لبطرس: ألست أنت أيضاً من تلاميذ هذا الرجل؟ فقال: لست منهم. وكان الغلمان والشرب قد أضربوا جمراً لأنه كان برد وأقاموا ثمة يصطلون، وأقام بطرس أيضاً معه يصطل، فقالوا له: في الحقيقة أنت منهم لأنك جليلي. فأخذ حينئذ يلعن ويحلف قائلاً: إني لا أعرف هذا الرجل الذي تتكلمون عنه. فقال له واحد من غلمان رئيس الكهنة وهو نسيب الذي قطع بطرس أذنه: أوما رأيتك معه في البستان؟ فأنكر بطرس أيضاً وللوقت صاح الديك. فالتفت الرب ونظر إلى بطرس، فتذكر بطرس كلام الرب الذي قال له قبل أن يصيح الديك: اليوم تنكره ثلاث مرات. فخرج إلى الخارج وبكى بكاء مرا. وسأل رئيس الكهنة يسوع عن تلاميذه وعن تعليمه، فأجابه يسوع: لقد كلمت العالم جهرا
وعلمت دائما في المجامع وفي الهيكل حيث يجتمع كل اليهود، وما قلت شيئا في الخفية. فلما تسألني؟ سل الذين سمعوا إنهم يعرفون ما قلت. فلما قال هذا لطمه واحد من الشرف كان قائما هناك وقال: أهكذا تجيب رئيس الكهنة؟ أجابه يسوع: إن كنت تكلمت بسوء فبين لي أين هو السوء، وإن بصواب فلما تضربني؟ فأرسله حنان موثقا إلى قيافة رئيس الكهنة. مجد لطولياتك يا رب المجدولة. إن يهوذا العبد الخداع والتلميذ الناصب الأشراك والصديق المحتال قد ظهر من أفعاله، فقد كان يتبع المعلم ويضمر في ذاته الخيانة ويقول في نفسه: أسلم هذا وأربح الأموال المجموعة. إن بطرس بعد أن أنكرك 3 مرات فهم في الحال ما قلته وقدم لك دموع التوبة قائلا: اللهم اغفر لي وخلصني، اللهم اغفر لي وخلصني. يا رب، إن بطرس صديقك وقريبك قد أنكرك خوفا من اليهود، لكنه صرخ منتحبا هكذا: لا تغفل عن دموعي لأني وعدت أن أكون لك وفيا ولم أفعل، فاقبل أيضا هكذا توبتنا وارحمنا. اقبل توبتنا وارحمنا. قال الرب يا سمعان بطرس: ستنكر عما قليل ما قلت عن اقتناء، لأن جارية تباغتك فتخيفك ثم تبكي بكاء مرا فتجدني صافحا عنك. أنا الذي تبارك الخليقة ممجدة إلى الدهور. نباركك ونمجدك إلى الدهور. أيها الإله الديان، لما وقفت أمام قيافة وأسلمت إلى بيلاطوس، اضطربت القوات السماوية وحينئذ رفعت على خشب فيما بين الصين وحسبت بين الأثام يا منزهاً عن الإثم خلص الإنسان. فيا أيها الرب الطويل الأنات المجدولة. الإنجيل الخامس لنصغي. وفي الصباح اقتادوا يسوع ومضوا به إلى قيافة رئيس الكهنة، فاجتمع رؤساء الكهنة والكتبة والمحفل كله وأحضروا يسوع إلى محفلهم، وكانوا يطلبون عليه شهادة ليقتلوه فلم يجدوا، لأن كثيرين كانوا يشهدون عليه زورا، إلا أن شهاداتهم لم تتفق. فقام رئيس الكهنة في الوسط وسأل يسوع قائلا: أما تجيب بشيء؟ ماذا يشهد به هؤلاء عليك؟ أما هو فكان صامتا لا يجيب بشيء. فسأله رئيس الكهنة أيضا وقال له: أقسم عليك بالله الحي أن تقول لنا، هل أنت المسيح ابن الله المبارك؟ فقال له يسوع: أنا هو. وأيضا أقول لكم
إنكم من الآن تبصرون ابن البشر جالساً عن يمين قدرة الله وآتياً على سحاب السماء. فقالوا جميعاً: أفأنت إذن ابن الله؟ فقال لهم: أنتم تقولون أنا هو. عندئذ شق رئيس الكهنة ثيابه وقال: لقد جد، فما حاجتنا إلى شهود؟ ها إنكم قد سمعتم تجديفه، فماذا ترون؟ أجابوا: يستوجب الموت. عندئذ أخذوا يبصقون في وجهه ويلطمونه، وطفق قوم يغطون وجهه ويلكمونه قائلين: تنبأ لنا أيها المسيح من الذي ضربك؟ وقذفوه بإهانات أخرى كثيرة. مجد لطول آناتك يا رب المجد لك. قولوا يا مخالفي الشريعة، ماذا سمعتم من مخلصنا؟ أليس هو واضع الناموس وتعاليم الأنبياء؟ فكيف فكرتم إذن أن تسلموا إلى بيلاطس الكلمة الإله من الإله وفاديا نفوسنا؟ المجد لك يا إلهنا، المجد لك. أيها المسيح، إن الذين كانوا دوما يتمتعون بمواهبك كانوا يصرخون ليصلب، وكثرة الصديقين التمسوا إطلاق فاعل الشر عوضاً عن المحسن. أما أنت فكنت صامتاً محتملاً تهورهم، مريداً أن تتعلم وتخلصنا بما أنك محب للبشر. رؤساء الشعوب اتمروا معاً لنصغي. ولما رأى يهوذا أن يسوع قد حكم عليه تندم، ورد 30 من الفضة إلى رؤساء الكهنة والشيوخ وقال: لقد خطئت إذ أسلمت دما زكيا. فقالوا: ماذا يهمنا أنت وما ترى؟ فطرح الفضة في الهيكل وانصرف ومضى فشنق نفسه. فأخذ رؤساء الكهنة الفضة وقالوا: لا يحل أن نلقيها في صندوق التقادم بما أنها فم دم. فتشاوروا وابتعوا بها حقل الفخاري مقبرة للغرباء، لذلك دعي ذلك الحقل حقل الدم إلى هذا اليوم. عندئذ تم قول إرميا النبي القائل: وأخذوا 30 من الفضة ثمن المتمن الذي ثمنه بنو إسرائيل، ودفعوها عن حقل الفخاري على نحو ما أمرني الرب. مجدوليتك يا رب. يا يهوذا المخالف الشريعة، إن سلوكك يفيض خداعا، فقد أصبت بمرض حب المال، فاكتسبت محط الإنسانية. فإن كنت تحب المال فلماذا تلمذت لمن يعلم الفقر؟ وإن كنت تحب من لا يقدر بثمن فلما بعته وأسلمته للقتل؟ فارتاعي يا شمس وتنهدي يا أرض، واهتفي مضطربة أيها الرب الصبور المجد لك. أيها الرب الصبور المجد لك. يهوذا العبد الخداع والتلميذ الناصب الأشراك والصديق المحتال قد ظهر من أفعاله، فقد كان يتبع المعلم ويضمر في ذاته الخيانة
ويقول في نفسه: أسلم هذا وأريح الأموال وأربح وأربح الأموال المجموعة. كان يطلب أن يباع الطيب وأن يمسك يسوع بخديعة. قبل المسيح وأسلمه، وكخروف إلى الذبح سيقى من هو وحده المتحنن والمحب للبشر. المجد لك أيها المتحنن للبشر، محب البشر. أيها الرب، إن يهوذا المتجاوز الشريعة الذي لمس يده في الصحفة معك في العشر قد مد يديه بإثم ليأخذ الفضة، والذي حسب ثمن الطيب لم يرهب أن يبيعك. أنت الذي لا ثمن له، والذي مد قدميه ليصلهما السيد، صافحه بغش لكي يسلمه بلا متعد فهو من صف الرسل طرح وطرح الثلاثين من الفضة ولم يعاين قيامة الثلاثية الأيام التي لأجلها ارحمنا. الإنجيل السابع. فلنصغي. وجاءوا بيسوع من عند قيافة إلى دار الولاية، وكان الصبح. بيد أنهم لم يدخلوا دار الولاية لئلا يتنجسوا فيمتنعوا عن أكل الفسق، فخرج بيلاطس إليهم وقال: أية شكاية تريدون على هذا الرجل؟ أجابوا وقالوا له: لو لم يكن فاعل سوء لما أسلمناه إليك. فقال لهم بيلاطس: خذوه أنتم واحكموا في أمره بحسب ناموسكم. فقال له اليهود: لا يباح لنا أن نقتل أحداً. فدخل بيلاطس من جديد دار الولاية ودعا يسوع وقال له: أنت ملك اليهود؟ أجاب يسوع: أمن عندك تقول هذا أم آخرون قالوا لك عني؟ أجاب بيلاطس: أو يهودي أنا؟ إن أمتك ورؤساء الكهنة أسلموك إلي، فماذا فعلت؟ أجاب يسوع: إن مملكتي ليست من هذا العالم. لو كانت مملكتي من هذا العالم لكان رجالي يقاتلون عني فلا أسلم إلى اليهود، ولكن لا، إن مملكتي ليست من هنا. فقال له بيلاطس: أنت إذن ملك؟ أجاب يسوع: أنت تقول إني ملك، إني لأجل هذا ولدت ولأجل هذا جئت إلى العالم، أن أشهد للحق، فكل من هو من الحق يسمع صوتي. قال له بيلاطس: وما هو الحق؟ قال هذا. وخرج أيضا إلى اليهود وقال لهم: أنا لا أجد فيه علة، وإن من العادة أن أطلق لكم في الفصح واحدا، أفتريدون أن أطلق لكم ملك اليهود؟ فصاحوا من جديد قائلين: لا هذا، بل برأبا. وكان برأبا لصا. حينئذ أخذ بيلاطس يسوع وجلده، وضفر الجند إكليلا من شوك ووضعوه على رأسه، وألبسوه رداء من أرجوان، وأخذوا يقبلون عليه ويقولون: السلام يا ملك اليهود، ويلطمونه. وخرج بيلاطس أيضا خارجا وقال لهم: ها أنا أخرجه إليكم لتعلموا أني لا أجد فيه علة. فخرج يسوع خارجا
وعليه إكليل الشوك ورداء الأرجوان. فقال لهم بيلاطس: ها هو ذا الرجل. فلما أبصره رؤساء الكهنة والشرط صرخوا قائلين: اصلبه اصلبه. فقال لهم بيلاطس: وأي شر صنع؟ فازدادوا صراخا ليصلب. قال لهم بيلاطس: خذوه أنتم واصلبوه، فإني لا أجد فيه علة. أجابه اليهود: إن لنا ناموسا، وبحسب الناموس يستوجب الموت، لأنه جعل نفسه ابن الله. فلما سمع بيلاطس هذا الكلام ازداد خوفا، ودخل أيضا إلى دار الولاية وقال ليسوع: من أين أنت؟ فلم يرد يسوع عليه جوابا. فقال له بيلاطس: ألا تكلمني؟ أفما تعلم أن لي سلطانا أن أطلقك ولي سلطانا أن أصلبك؟ أجاب يسوع: ما كان لك علي من سلطان لو لم يعطى لك من فوق، لذلك فالذي أسلمني إليك قد اخترق خطيئة أعظم. ومذ ذاك كان بيلاطس يسعى لكي يطلقه، غير أن اليهود صاحوا قائلين: إن أنت أطلقته فلست مواليا لقيصر، لأن كل من يجعل نفسه ملكا يقاوم قيصر. فلما سمع بيلاطس هذا الكلام أخرج يسوع وجلس على منصة القضاء في الموضع المدعو بتوستروتوس وبالعبرانية جبعة، وكانت تهيئة الفصح، وكان نحو الساعة السادسة. فقال لليهود: هو ذا ملككم. فصاحوا: ارفعه ارفعه، اصلبه. قال لهم بيلاطس: أو أصلب ملككم؟ أجاب رؤساء الكهنة: لا ملك لنا إلا قيصر. فلما رأى بيلاطس أنه لا ينتفع شيئا بل بالحري يزداد البلبال، أخذ ماء وغسل يديه على مشهد من الجمع قائلا: إني بريء من دم هذا الصديق، فأنتم ما ترون. فأجاب جميع الشعب قائلين: دمه علينا وعلى أولادنا. حينئذ أطلق لهم برقبطة، ثم جلد يسوع وأسلمه ليصلى. إن الكهنة والكتبة الجرحى بشر حسدهم المحض أسلموا الحياة إلى الأمم ليقتلوه، وهو بالطبع واهب الحياة الذي نعظمه. المجد لك يا إلهنا، المجد لك. الآن يغمس القضاة الظلمة قلم القضاء، فيحاكم يسوع ويحكم عليه بالصلب، فتتوجع الخليقة لمشاهدتها الرب على الصليب. فيا أيها الرب الصالح الذي تألم لأجلي بطبيعته البشرية، المجد لك. أيها الرب الصالح الذي تألم لأجلي، المجد لك. هكذا يقول الرب لليهود: يا شعبي، ماذا صنعت بك؟ أم بماذا أذيتك؟ إني أنا أرت عميانك وطهرت برسك وقومت الرجل الذي على السرير. يا شعبي، ماذا فعلت بك وبماذا كفأتني؟ عوض المن مرارة بدل الماء خلا، عوض أن تحبني
سمرتني على الصليب فلا أستطيع بعد إلى الصبر سبيلا. سأدعو الأمم فهم يمجدونني مع الآب والروح القدوس، وأنا أهابهم حياة أبدية. الإنجيل الثامن. يا أبتاه اغفر لهم. لنصر حينئذ أخذ جند الوالي يسوع إلى دار الولاية وجمعوا عليه الكتيبة كلها ونزعوا عنه ثيابه وألبسوه رداءً قرمزياً، ثم ضفروا إكليلاً من الشوك ووضعوه على رأسه ووضعوا قصبةً في يمينه، ثم جثوا قدامه وهزأوا به قائلين سلامٌ يا ملك اليهود، وكانوا يمسكون عليه ويأخذون القصبة ويضربون به رأسه. وبعدما هزئوا به نزعوا عنه الرداء وألبسوه ثيابه وماضوا به ليصلبوه. فلما بلغوا إلى موضع الجلجلة أي موضع الجمجمة أعطوه خمراً ممزوجة بمرارة ليشرب، فذاق ولم يرد أن يشرب. وكانت الساعة الثالثة فصلبوه، وصلبوا معه للصين واحداً عن يمينه والآخر عن يساره ويسوع في الوسط. فتمت الكتابة القائلة وأحصي مع الأثمة. حينئذ قال يسوع يا أبتاه اغفر لهم فإنهم لا يدرون ما يعلمون. وكتب بيلاطس لوحة ووضع على الصليب وكان مكتوبا فيها يسوع الناصري ملك اليهود. فقال رؤساء الكهنة اليهود لبيلاطس لا تكتب ملك اليهود بل إنه هو قال أنا ملك اليهود. أجاب بيلاطس ما كتبت ما كتب قد كتب. مجدوليت الأناتك يا رب. لماذا الشعب الكافر المتعدي الشريعة يهذ بالباطل؟ لماذا حكم بالموت على حياة الكل؟ فيا للعجب العظيم، لأن مبدع العالم أسلم إلى أيدي الأثمة، والمحب البشر رفع على خشبة لكي يعتق المكبلين في الجحيم. هاتفين أيها الرب الطويل الأنات المجد لك. أيها الرب الطويل الأنات المجد لك. لما كان الجنود يهزؤون بك قبل صلبك المكرم دهشت جنود الملائكة لأنك لبست إكليل السخرية يا مزخرف الأرض بالزهور، ولبست ثوب الهزء يا موشح الجلد بالغيوم. فبهذا التدبير عرف تحننك أيها المسيح وعظيم رحمتك، فالمجد لك. أيها المسيح الحنان الرحيم المجد لك. إن النعجة مريم لما أبصرت حملها مسوقاً إلى الذبح تبعته صحبة نسوة أخر مضطربة وصارخة هكذا إلى أين تنطلق يا ولدي وعلى ما تسعى مسرعاً؟ ألعل في قان عرساً آخر؟ فتبادر الآن إليه لتحول لأصحابه الماء خمراً. أأذهب معك أم بالحري أنتظرك؟ أجبني بكلمة أيها الكلمة، ولا تجزني صامتاً يا من حفظني عذراء، فأنت ابني وإلهي. Oh, you're so sweet.
سبيروس أيوس سانة إليسون إن النعجة مريم لما بصرت حملها مسوقا إلى الذبح تبعته صحبتان نسوة أخرى مضطربة وصارخة هكذا إلينا تنطلق يا ولدي وعلى
اليوم أُلِّق على خشبة الذي علق الأرض على المياه اليوم علق على خشبة الذي علق الأرض على المياه اليوم علق على خشبة الذي علق الأرض على المياه إكليل من شوك وضع على هامة ملك الملائكة برفيرا كاذبا تسربلا الذي وشح السماء بالغيوم قبل لطمة الذي عتق آدم في الأردن عروس الكنيسة سمر بالمسامير وابن العذراء طعنا بحربتين نسجد لآلامك أيها المسيح نسجد لآلامك أيها المسيح نسجد لآلامك أيها المسيح فأرنا قيامتك المجيدة
الإنجيل الحادي عشر، في الحقيقة كذا هذا ابن الله، لنصغي. وصرخ أيضاً يسوع بصوت عظيم، ثم أمال رأسه وأسلم الروح، وإذا حجاب الهيكل قد انشق اثنين من فوق إلى أسفل، والأرض تزلزلت، والصخور تشققت، والقبور تفتحت، وقام كثير من أجساد القديسين الراقدين، وخرجوا من القبور بعد قيامته، ودخلوا المدينة المقدسة وتراءوا لكثيرين. ولما رأى قائد المئة القائم مقابله أنه أسلم الروح هكذا، مجد الله قائلاً: في الحقيقة كان هذا رجل ابن الله. أما الجماهير الذين كانوا محتشدين على هذا المنظر، فلما عاينوا ما جرى رجعوا كلهم وهم يقرعون صدورهم. وكان هناك نساء ينظرن عن بعد، بينهم مريم المجدلية ومريم يعقوب ويوسى وسلومة أم ابني زبدة، اللواتي كنا يتبعنه ويختماه حين كان في الجليل، وغيرهن أيضاً كثيرات كنا قد صعدنا معه إلى أورشليم. مجد لطول آناتك يا إن آدم نفيا بسبب العود من الفردوس، أما اللص فبعود الصليب سكن الفردوس، ذاك لما ذاق خالف وصية الباري، أما هذا المصلوب معك فاعترف أنك إله محتجب، فاذكرنا نحن أيضا أيها المخلص في ملكوتك. في ملكوتك اذكرنا يا رب متى أتيت في ملكوتك. لما نظر اللص مبدي الحياة معلقا على الصليب قال: لو لم يكن المصلوب معنا إلها متجسدا لما أخفت الشمس أشعتها ولا اضطربت الأرض مهتزة، فيا صابرا على الكل يا رب اذكرني في ملكوتك. يا رب اذكرني في ملكوتك. يا رب لقد أهلنا وكانت واقفة عند صليب يسوع أمه وأخت أمه مريم التي لكلوبا ومريم المجدلية. فلما رأى يسوع أمه وبقربها التلميذ الذي كان يحبه قال لأمه: يا امرأة هو ذا ابنك. ثم قال للتلميذ: هي ذي أمك. ومن تلك الساعة أخذها التلميذ إلى بيته الخاص. وبعد ذلك إذ رأى يسوع أن كل شيء قد تم فلكي يتم الكتاب قال: أنا عطشان. وكان هناك إناء مملوء خلا، فأشربوا إسفنجة من الخل ووضعوها على قضيب زوفة وأدنوها من فيه. فلما أخذ يسوع خل قال: قد تم. ونادى بصوت عظيم: يا أبتاه في يديك استودع روحي. المجد لطول آناتك يا رب. إن البتول المنزهة عن العيب لما رأتك اليوم مرفوعا على الصليب أيها الكلمة
تفطرت أحشاؤها الوالدية وتكرح فؤادها من النحيب وتنهدت بتفجع من صميم النفس وتوجعت وهي لم تتوجع حين ولدتك ولذلك بكت كثيرا وصرخت متحسرة ويحي يا ولد الإله ويلي يا نور العالم لماذا غبت عن مقلتي يا حمل الله حينئذ ارتعد الجنود العادم الأجساد فهتفوا أيها الرب الذي لا يدرك المجد لك أيها الرب الذي لا يدرك المجد لك أيها المسيح إله كل البرايا وخالقها إن التي ولدتك بلا رجل لما رأتك معلقا على خشبة صرخت بمرارة أين غاب جمال طلعتك يا ولدي لست أحتمل أن أشاهدك مصلوبا ظلما فقم مسرعا لأشاهد أنا أيضا قيامتك من الأموات في اليوم الثالث أرنا يا رب قيامتك من الأموات في اليوم الثالث Oh.
فتح جنب يسوع بحربة. وإذ كان يوم التهيئة فلئلا تبقى الأجساد على الصليب في السبت، لأن يوم ذلك السبت كان عظيما، سأل اليهود بيلاطس أن تكسر سوقهم ويمضى بهم، فجاء الجند وكسروا ساقي الأول ثم ساقي الآخر الذي صلب معه. أما يسوع فلما انتهوا إليه ورأوه قد مات لم يكسروا ساقيه، بيد أن واحدا من الجند فتح جنبه بحربة فخرج للوقت دم وماء، والذي عاين شهدا وشهادته حق، وذاك يعلم أنه يقول الحق لكي تؤمنوا أنتم أيضا، لأن ذلك قد جرى ليتم الكتاب إنه لا يكسر له عظم. وقال أيضا كتاب آخر: سينظرون إلى الذي تعانوه حقا. المجد لطلأناتك يا رب. أيها المخلص، كل عضو من أعضاء جسدك المقدس قد تحمل إهانة لأجلنا، فالهامة الشوكة والوجه البصاق والخدان الصفا والفم طعم الخل ممزوجا بمرارة والأذنان التجديف والظهر الصياط واليد القصبة وبسطة الجسم كله الصنيب والأطراف المسامير والجنب الحربة. فيا من تألم لأجلنا واعتقنا من الألام وتنازل إلينا بمحبته للبشر ورفعنا، أيها المخلص القدير ارحمنا. يا من تألم لأجلنا واعتقنا من الآلام وتنازل إلينا ورفعنا، أيها المخلص القدير ارحمنا. افتديتنا من لعنة الناموس بدمك الكريم لما سمرت على الصليب وطعنت بحربة، فأنبعت للبشر عدم الموت، يا مخلصنا المجد لك.
افتديتنا من لعنة الناموس بدمك الكريم، ولما سمرت على الصليب وطعنت بحربك فأنبعت للبشر عدم الموت، يا مخلصنا المجد لك. افتديتنا من لعنة الناموس بدمك الكريم، لما سمرت على الصليب وطعنت بحربتين، أنبعت للبشر عدم الموت، يا مخلصنا المجد له. المجد لك أيها المسيح لا رجاء، المجد لك ليرحمنا المسيح إلهنا الحقيقي الذي تحمل البصاق والجلد واللطم والصلب والموت لأجل خلاص العالم، ويخلصنا بشفاعة أمه الكاملة الطهارة وبقدرة الصليب الكريم المحيي وبتضرعات القديسين المجيدين الرسل الجديرين بكل مديح والقديس يوحنا الذهبي الفم شفيع هذه الكنيسة المقدسة وجميع القديسين، بما أنه صالح ومحب للبشر بصلواتنا بين نتشكر كل الوسائل الإعلامية اللي عم تنقلنا الاحتفال اليوم، وخصوصاً تلفزيون لبنان وإذاعة صوت لبنان. كل عيد وأنتم بخير. يعطيكم العافية.